monkeys from Sudan, llamas from Lima, and a rare endangered species, a tiger from Australia. تعال الأسد، الأسد جبناه قبل النمر. الأسد جبناه، الأسد جبناه طريق لنفا. Animals smuggled across continents and through underground tunnels to create what's probably the world's weirdest makeshift animal kingdom. لما استلمت الإدارة تحت الحديقة حبيت إني أتعامل مع الحيوانات. عملت أول حيوان تعاملت معه اللي هو النمر تايجر. يعني ألعب معه لعب حلو كتير. كنت أمسكه من راسه وأمسكه من تمه. يوم غار علي أمسكت الانتاية. فغار على الانتاية فاضطر عضني يعني. وين عضك؟ لا في إيدي شايف. أي سن سنين. Gaza is sandwiched between military-controlled Egypt and Israel. There's only two ways in and out over land. Under the Egyptian-Israeli blockade of Gaza, basic day-to-day supplies are pretty scarce. The tunnel system is a lifeline for most Gazans. Although the tunnels are not legal, it's no secret they're operating underground on the Gazan-Egyptian border. Medical supplies come through here, arms and weapons are smuggled in. Earlier this year, even KFC was snuck in. So Mohammed thought, why not animals? هذا قرد بدون ديل سوداني. من السودان جبناه من السودان عبر مصر ومن مصر دخلناه على غزة عن طريق الأنفاق. هذا قرد البابوني من السعودية. بشع. سعود ايش بيطلع؟ هذا الغزال الاوروبي. هذا الدوير الهندي. الكوكتيل هذا من امريكا. طير الحب من افريقيا. Muhammad's refusing to let the ongoing political and military conflict here take over, instead choosing to build his own domesticated army. He's been smuggling in animals since 2007. لما بجي هنا خلص بحس حالي انعزلت عن الناس. يعني طلع تقعد الصبح الساعة 5 تلاقي الشمس طالعة طلع العصفور كيف بصحى من النوم طلع الأسد كيف بصحى من النوم ممكن أنت تكون قضيت وقت ممتع كتير كتير. But violent conflicts cost lives, and here it's not only human loss. Muhammad's animal victims of war have become the main attraction at Gaza Zoo. أثناء الحرب على غزة في 2009 بقى اليهود يزقوا مواد سامة في نسبة في بقى نسبة المناعة في الحيوان قيلة بتحملش فبضطر يموت فإحنا لما بموت الحيوان بضطر نحنط. Gaza Zoo is probably the only place in the world you'll see live and dead animals on display side by side. Muhammad took a crash course in taxidermy online. أنا بقعد هنا بجيب الحيوان بلبس كفات لهن كفات لهن بحط كمامة أخواتي الصغار صاروا يعني عندهم خبرة بقول يجيب المشرط بمسك المشرط طلع اللي في قلبه بعبيه نجارة فبخلط النجارة مع المادة الفورمانية جوا بحط بربيش بتمه بنزله من تمه بحط له ايش 4 لتر بالعدد وبقعده بخيطه بقعده بس المادة اللي عندنا قد ما احنا في عندنا مادة ما فيش مادة مش أصلية يعني النمر أول ما حنطه قد شوفه رقبته وقفته توقيف فيه لقيت ربطه ونزله في الأرض طلع الأسد هذا مادة أنا مش جيدة بس نمشي حالنا على وضع غزة 100%. Muhammad finds most of the animals online but at great expense. الأسد جبناه ب 30,000 دولار، النمر جبناه وصل هنا سعر يعني تقريبا كلفه فوق ال 100,000 دولار. Although the economy in Gaza is devastated, he refuses to reveal how he pays for the animals. عندك نحكي عن النمر. النمر هذا من استراليا. بس طيارة. نزل في مطار القاهرة في القاهرة خدوا ناس على الكوبري مسك هذا النمر رشينا على الكوبري هذا Of the 1.5 million Gazans, 75% are under the age of 25. Muhammad says the zoo is for them. He hopes his passion for animals will give younger Gazans some hope that they too can have a future where their lives are not shrouded under the cloud of war. احنا مستمرين يعني لو قتلوا 100 حيوان حضطر نجيب حيوانات اساسا انه يبقى عندنا حيوانات سواء الحيوان طيب او ميت بنشوف بنعرف الميت من الطيب من الطيب انا الحيوان اللي بقعد فيه يعني ممكن يعني اغيب عن الحياه واضلني بعالم الحيوان خاصه الطيور انا
واللي مصبرني زي ما قلت الحيوانات.